انا اللي مطلع يعني. هو عمر معايا بكل يوم تصوير، وريم معانا بالتصوير، اتصوروا صوره هم واقفين جنب بعض. السوشيال ميديا كتبت ان هم هيتجوزوا، قلت له يلا يا ابني الف مبروك، وهي ضحكت طبعا وكلنا بنهزر، مفيش حاجه حقيقيه. طيب ممكن تحكي لنا عن كواليس الفيلم والاغرب الحاجات اللي حصلت فيها؟ الفيلم ده قعدنا نصور فيه سنتين، خد وقت كبير قوي. الكرو بتاع الفيلم هايل، كلهم صحابي، بدايه من دينا لغايه اصغر ممثل. كنا ساعات بنروح نصور وما بنصورش، الجو بيطلع وحش او بتاع، فبنقعد ناكل ونشرب ونغني، فالعلاقه جميله قوي بين الكرو ده كله وبيومي فؤاد وكل الشله الحلوه دي.